تعالوا بقى نروح على السريع كده نتعرف مع بعض على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه وانشطته المختلفه مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم، موجوده هي حاليا في فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد واللي بيستعد لافتتاح مجمع الصالات الجديد، واللي اكيد بقى عشمانين فيكي هنا ان انت تعرفينا تفاصيل. وتفضلي، اهلا بيك. يا هنا سمعانا؟ هنا يا صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة، لكن النهاردة من داخل فرع الشيخ زايد. خلوني في البداية طبعا أبدأ بالحدث الأكبر لليوم، وهو افتتاح مجمع الصالات بالنادي الأهلي بفرع الشيخ زايد. يعني الافتتاح هيكون الساعة 4 العصر، وطبعا مجلس إدارة النادي الأهلي هيكون متواجد برئاسة كابتن محمود الخطيب ولفيف من الشخصيات الهامة. يعني ده طبعا في ضوء حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على تطوير الإنشاءات داخل الثلاث أندية بتوع النادي، يعني سواء المقر بالجزيرة، فرع مدينة نصر، وفرع الشيخ زايد. خلوني كمان أكلمكم أكتر عن الصالات اللي هيتم افتتاحها. يعني هم عبارة عن ثلاث مباني. المبنى الأول هو مبنى الجمباز وهيكون مجهز على أعلى مستوى. المبنى الثاني هو مبنى السكواش وتنس الطاولة، يعني بالتحديد هيكون بداخله 8 ملاعب للسكواش وست طاولات لتنس الطاوله. والملعب الثالث والاخير هو مبنى الكاراتيه، وطبعا في صاله الكاراتيه بالتحديد 6 بساط. كمان حوالين المباني هيكون في طبعا منطقه جلوس للاعضاء، وهي مجهزه باعلى المنافذ. كل ده طبعا لخدمه اعضاء النادي الاهلي. كمان حابه انوه لجميع مشاهدينا انه هيكون في تغطيه فقط وحصريا على شاشه قناه النادي الاهلي للافتتاح اليوم. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الفرق الرياضية المختلفة، ونبدأ بالفريق الأول لكرة القدم. النهاردة الفريق هيواصل تدريباته، التجمع هيكون الساعة 11 والمران هيبدأ الساعة 12. كل ده طبعا استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي اللي هتكون يوم 22 ديسمبر أمام فريق الرجاء المغربي. يعني كمان خليني أقول لكم أنه الفريق بيخوض مباريات ودية. يعني أمس خاض مباراة أمام فريق طلائع الجيش، وقدر انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، وأحرز هدف النادي الأهلي اللاعب رامي ربيعة. كمان هيكون في مباراة ودية قادمة أمام سموحة، كل ده زي ما قلت ضمن خطة الاستعدادات لمباراة السوبر الإفريقي اللي إن شاء الله فريقنا يتوج بيها زي النسخة الماضية. خلونا بقى دلوقتي نروح لأخبار الفرق الرياضية المختلفة وبالتحديد الألعاب الأخرى. والحقيقة هو كان ويك أند مليء بالانتصارات لفرق النادي الأهلي. يعني نبدأ برجال كرة السلة. يوم الجمعة الماضي قدروا يحققوا فوز على فريق سبورتنج بنتيجة 76-44 ضمن منافسات بطولة دوري السوبر. يعني الحقيقة أن كان في تألق كبير جدا من رجال كرة السلة طوال المباراة، بالرغم من أنه كان في غيابات مؤثرة، يعني زي اللاعب إيهاب أمين، اللاعب مروان سرحان، أحمد حمدي، وسيف صلاح. لكن الحقيقة كعادة رجال النادي الأهلي كل الموجود في الملعب بيأدي اللي عليه، وفعلا قدروا ينهوا المباراة لصالحهم. كمان خلوني أفكر مشاهدينا أنه الثمن فرق اللي بتنافس على البطولة هما طبعا النادي الأهلي، نادي الاتحاد، الجزيرة، زمالك، سبورتينج، سموحة، الاتصالات، والتأمين. لكن إن شاء الله رجال كرة السلة هما اللي هيتوجوا بالبطولة. يعني هما عاملين الحقيقة موسم كبير جدا الموسم ده، هما أبطال منطقة القاهرة، أبطال العرب، أبطال دوري المرتبط، إن شاء الله كمان هيكونوا أبطال دوري السوبر وكاس مصر. يعني سكواد النادي الأهلي كبير، والحقيقة سكواد على أعلى مستوى، وإن شاء الله هيحقق البطولة. كمان سيدات كرة السلة قدروا يحققوا فوز أمس على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 117-75 ضمن منافسات الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر. أما عن شباب كرة السلة 14 سنة فقدروا أيضا يحققوا فوز على فريق مصر للتأمين بنتيجة 75-73 ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. يعني الحقيقة كانت مباراة صعبة، يعني الفريقين كانوا بيلعبوا بندية شديدة، لكن شباب كرة السلة قدروا يحسموا المباراة لصالحهم. كمان سيدات كرة اليد بيستمرون في التألق الحقيقة. يعني أمس قدروا يفوزوا على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 34-16 ضمن منافسات بطولة الدوري، وبيستمروا بقى في سلسلة الانتصارات. يعني هم حتى الآن محققين العلامة الكاملة بالفوز في جميع المباريات.
كمان خلونا بقى نروح للعبة كرة الطايرة. رجال كرة الطايرة فريق الماسترز بيحقق فوز على فريق الزهور بنتيجة 3-0 في بقى رحلة الحفاظ على لقب الدوري. يعني دي تاني مباراة لي في الموسم. طبعا المباراة الأولى كانت أمام فريق الإعلاميين وقدر أيضا ينهيها لصالحه بنتيجة 3-0. وكمان سيدات كرة الطايرة يعني فتيات الذهب قدروا أيضا يحققوا فوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 3-0. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. أخيرا بقى معانا خبر عن طبعا الطفلة المعجزة أو الفتاة المعجزة هنا جودة، وهي بتتوج بفضية العالم لناشئي تنس الطاولة تحت 15 سنة. يعني إنجاز جديد بتحققه اللاعبة هنا جودة، والحقيقة هي دايما بتخلينا فخورين بيها، والحقيقة شيء مشرف جدا طبعا عزف النشيد الوطني في المحافل العالمية. بنتمنى لها طبعا مزيد من التألق والإنجازات. يعني دي كانت أبرز الأخبار من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم على كل الأخبار الحلوة اللي تفرح واللي تشرف دي. صباح الفل عليك وشكرا جزيلا ليكي.